2025 باذن الله. هكمل على كلام زميلي باشمهندس مروان على موضوع اللي هو في الميترز، هو اتكلم على فوست ديسبيسمنت واتكلم على بريشر ديفرنشال، انا هكمل عليه في باذن الله موضوع باذن الله في اللي هو بروست فلو ميترز، وهكمل عليه في الفاريبل اريا فلو ميترز اللي هي معروفه بيه اللي هي روت ميترز. تمام. الفلو ميتر اللي هو بروست فلو ميتر عموما هي عباره عن اجهزه بتقيس لك، طبعا هي معروفه باللي هي ايه، باللي هي الفيلوستي. تمام. بتقيس لك الفيلوستي بطريقه معينه، ميكانيزمز معينه، اي كان هي اللي هو الكتريكال ميكانيزم او ميكانيكال ميكانيزم، اللي هو بطريقه معينه بتحول لك الاس سيجنال اللي هي اللي بتظهر او اي كان اللي هو ميكانيكال او اللي هو الايه اللي هو الكتريكال ميكانيزم، بيطلع لك فولتج اوتبوت. الفولتج اوتبوت ده بتقدر تطلعه على اجهزه الكترونيكال ثانيه، بتحول لك اللي هي اللي هو الفولتج اوتبوت دي بتحولها لك على سيجنال انالوج انت تقدر تشوفه. تمام. بس دي فكره عملها على السريع. بس وفي هو في بعض اللي هي داون سايز اللي هو فلوميتر زي او اللي هو النوع ده بالذات، بس هنتكلم عليها بعدين. اللي هو بطريقه مبسطه ان هو سنسيتيف للي هو فلو كونديشنز. تمام. وان هو بيعتمد ان المفروض الكونستنت فيه كونستنت فيلوسيتي، ما ينفعش يبقى فيه اللي هو فاريتي في اللي هو فيلوسيتي، لان ده هيؤدي ان هو يقرا قرايات مش مظبوطه وهيحصل فيه اتنويشن. تمام. بس ده بالنسبه لي اللي هو التايب باذن الله انا هتكلم عليها. اول حاجه التربين، ثاني حاجه البادل، ثالث حاجه اللي هو الكترومغنتيك باذن الله، ورابع حاجه الفورتكس، وخامس حاجه الاتروسان. اول نوع هو التربين فلوميتر. طبعا باشمهندس كان بتاع التربين فلوميتر هو اصلا خلص الموضوع كله يعني. بس هو عموما الفكره تعمله بيبقى في عندك الروتور، في عندك الروتور وعندك ماجنتيك بيك اب سنسور اللي هو كان شرحه زملائنا بتاع التاكوميتر، اللي هو بيقيس اللي هو عدد اللي هو ريفولوشنز. تمام. بس بطريقه ان هو اللي هو بيعمل اللي هو كويلز بتطلع ماجنتيك فيلد بتقيس اللي هو بالسز معينه بتطلع. بس وفي بعض اللي هو الالكترونيك ديفايسز اللي بتقيس بتحول الفولتج اوتبوت تحوله للايه اللي هي الانالوج سيجنال. بس طبعا ده كلام شويه بس انا هشرحه عامل قدامكم يعني. يبقى عندك المفروض هو الانالوج شغال صح؟ يبقى عندك المفروض الفلو هنا ماشي بالشكل ده كده في البايب. تمام. يبقى عندك هنا المفروض الجهاز بتاع اللي هو الروتر، الروتر بتاع هنا المفروض الفلو بيمشي بالشكل ده. الروتر بيبقى في عندك البليز بتاع البليز هنا بتبقى شكلها معين، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. نطلع الصور عشان ايه الواحد يبقى اللي هو البليز معموله بشكل انجل معين عشان ما يحصلش فيه دامج اول حاجه للبليدز، وتاني حاجه ما يحصلش دامج للبليدز، وان هو يعني يقدر يعني اللي هو يجنريت الاوتبوت اكتر يعني. تمام. بس ده شكلها، ده شكل اول حاجه الروتور ده، وده تاني حاجه اللي هو الماجنتيك سنسور. اللي هو الماجنتيك سنسور ده بيبقى اللي هو ماونت كده على اللي هو الجهاز نفسه بتاع اللي هو الديفايس ده. هو بقى بالشكل ده بس هو مش واضح شويه يعني. هو المفروض بيبقى في حاجه كده زي كونتاكت ما بينهم بيقيس البالسز اللي بتعدي، اللي هو بليز دي حاجه زي كده، يبقى في اللي هو الماجنتيك ده كل لما يعدي كل لما يقيس بالس بيحولها لك لهاي سيجنال، بيحولها لك هاي سيجنال كده. هو ده اللي هو فولتج اوتبوت بتحول طبعا اللي هي الالكترونيك بس. بس ده بشكل عموما يعني بيستخدم اللي هو بالذات النوع ده بيستخدم في معظم الابلكيشنز الصناعيه اصلا يعني، ان هو كوست قليل. مينتنس مش هقدر اقول المينتنس بتاعه الاحسن حاجه، لان في طبعا ميكانيكال بارس، فطبعا ميكانيكال بارس ممكن لازم يعملها كونتينوس تشيك علشان ممكن مثلا اللي هو الروتر مثلا يدخل له اللي هو شوائب مثلا، او الفلو يبقى فيه شوائب معينه فيؤدي ان اللي هو الروتر ده يدمج اللي هو بليس ستاتوت اللي هو الدمج، وممكن يحصل اصلا فراكشر السيستم كله. بس ده بالنسبه لي الباين فلوميترز. في داون سايز عموما دي اللي هو التربين فلوميترز، ان هو لازم يكون في ليميتيشنز معينه في اللي هو بايب لاين، المفروض لما تحطه يبقى في حاجه زي اللي هو ديستنس ليميتيشن ما بين الابستريم وبين الداونستريم. بس يبقى المفروض عشان يحافظ على ان اللي هو فلويد ما يخشش بشكل معين، الفالفز دي محطوطه عشان يخلي الفلو اللي هو طريقه معينه بيبقى اللي هو الرينوز نمبر عشان ما يدمش اللي هو بليز يعني. بس وتاني حاجه زي ما احنا قلنا المفروض الفلو يبقى كلين اس بوسيبل عشان يخلي عشان ما يحصلش دمج للي هو بليز. ممكن يبقى في حاجه زي مثلا بارتكل صغير ومن سرعه الفلو يخلي اصلا يعني يخلي اللي هو بليز نفسها يعني اللي هو تبوظ يعني. تاني حاجه البادل فلوميتر هو نفس النوع التاني بتاع التربين بس اختلاف بس ميكانيكال بارت، عندك بادل فلو زي ما انتم شايفين بيتحرك مع الفلو، فنفس الكلام برضو الماجنتيك سنسور نفس الكلام بيقيس الباسز ويحول السيجنال. بس ده يعني ميزه النوع ده ان هو اللي هو السنسنج او السنسيتيف بتاعته اعلى شويه من اللي هو التربين. بس تالت نوع الالكترو ماجنتيك. الالكترو ماجنتيك
هو كان الاجهزه اللي فاتت كانت بتعتمد على الميكانيكال بارتس، تمام. الاجهزه اللي جايه بتعتمد على اللي هو الالكتريكال شويه، تمام. الالكتريكال او الالكتروماجنتيك ده بيعتمد على نظريه فاراداي، فاراديز لو اوف اندكشن، تمام. زي ما انتم شايفين المفروض كده بعدها بقى المفروض هنا في فلو، الصوره مش فاتحه خالص، هو فلو هنا بيعدي، تمام. بس هو المفروض هنا الفلو هنا ثابت في الحاله دي قبل لما احنا نعمل اندكشن. يبقى في هنا الابيض مش خالص، هنا في ماجنتيك فيلد، عندك في بليتس او انرجايزنج كويلز، تمام. هي الماجنتيك فيلد، تمام. بس بيبقى هنا في فلو. في الصوره الثانيه بتوضح اكتر بس طبعا مش ظاهره، يعني ان كتر من نظريه لو فاراداي لما يعدي فيه كوندكتنج ماتيريال على اللي هو ماجنتيك بليتس بيؤدي ان يتكون اي ام اف، الكتروموتيف فورس، بتؤدي ان اللي هو يتولد فولتج طبعا. وده احنا بنقدر نقيسه بالالكترودز. سوري، يعني هنا في الالكترودز بس مش باينه، يعني هم محطوطين عكس بعض، بيقيس اللي هو فولتج ديفرنس. زي ما شايفين، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا بصراحه، بس يبقى عندك اللي هو الالكترونز واللي هو البروتونز اللي هو مفصولين عن بعض، فانت تقدر تقيس اللي هو الديفرنس فولتج. ده فكره عمل الجهاز ده، والجهاز ميزته ان هو بتقيس بايا كان اللي هو الطريقه، ممكن اللي هو فريم يبقى ماشي كده او ممكن يبقى ماشي كده. الانواع الثانيه ممكن يعني يحصل فيه فلكسويشن في الـ يعني اللي هو فلويد نفسه، فانت مش هتقدر تقيس الاكشوال اللي هو الميجرمنت نفسه. فاللي هو الجهاز ده ممكن هو تمشي الفلويد ايا كان اللي هو المسار اللي انت عايزه. والمينتيننس بتاعه طبعا اسهل، مفيش ميكانيكال بارتس خالص، مفيش موفينج بارتس. بس رابع عندي نوع الفورتكس. الفورتكس معتمد على نظريه عموما اللي هو يبقى عندك فيه فلويد او ايا كان اللي هو فلويد، ايا كان ليكويد او جاس، بيعدي يبقى فيه بلوك محطوط او ايا كان بارير محطوط، بيؤدي ان المفروض الفلويد ده يبقى المفروض تيرمينال، ما ينفعش يكون لامينال. يعني طبعا لامينال مش هيكون الفورتسيز، اللي هو المفروض ان لما الفلويد يصطدم بالبلوك ده مش هيكون الفورتسيز لما يكون هو لامينال. يعني لو لامينال مش هيكون الفورتسيز، لما يكون تيرمينال هيكون الفورتسيز. فعشان كده لازم من الريستريكشنز الجهاز ده لازم يكون الفلويد او ايا كان ليكويد او جاس اللي داخل لازم يكون اللي هو تيرمينال فلويد، تمام. بيبقى متكون من ايه؟ متكون زي ما احنا قلنا اللي هو حاجه زي بلوك، ومتكون من في نوعين عندي، في اللي هو تو كونفيجريشن من الكارت ده، في عندنا اللي هو اوسيليتنج سنسور، وفي معتمد على بريشر سنسور، تمام. نفس الكلام بيحول اللي هو فولتج اوتبوت اللي هو حاجه انالوج احنا نقدر نشوفها. نفس الفيديو اللي كانوا شارحينه طبعا. عندك ده اللي هو الاوسيليتنج سنسور، وعندك هنا الفلو باث، يبقى عندك البلوك لما يجي فلود يبقى لا هنا في بلوك هيروح هنا هيتشش في اللي هو المسارات، بيكون الفورتسيز. الاوسيليتنج سنسور هنا وظيفته بحاجه كده عامله زي يعني اللي هو نيدل، تمام، بيتحرك لما يكون في اللي هو فورتسيز بتعدي، فمن كتر البريشر بتاع الفورتسيز بتلاقي ان هو ايه يعني اللي هو النيدل بتروح الناحيه الثانيه، ولما اللي هو فورتسيز اللي هو فورتسيز الثانيه بتروح من اللي هو الجهه الثانيه بيروح ايه عامل اللي هو فلكشويشن، واللي هو النيدل بتعمل اللي هو ريسبريكيتنج. بس فمن اللي هو المفروض الميكانيزم ده بيبقى فيه ريليشن معينه ما بين النمبر اوف فورتسيز وفي اللي هو مكان معين، حيز معين او تايم معين، بتقيس منه اللي هو عدد طبعا اللي هو فولتج اوتبوت اللي هو المفروض الانالوج سيجنال اللي احنا بنقراها اللي هو فيلوسيتي، تمام. في فيديو بس اوضح من ده، مش ده، نرجع له بس بعدين. الفيديو ده المفروض هنا فورتسيز اللي هي اتكونت من البلوك ده، في عندك الاوسيليتنج سنسور اللي هو الاصفر ده بيتحرك لما يلاقي فيه فورتسيز اللي هو جات بس. والفيديو الثاني بيوضح ان لو عندك الفلو زاد بيبقى المفروض هنا، عشان الصوره مش واضحه، يعني اللي هو الاوسيليتنج سنسور ده اللي هو الفريكوانسي بتاعته بتزيد. نرجع للكونفيجريشن اللي هو الكونفيجريشن الثاني. في كونفيجريشن ثاني يعني بيعتمد على بريشر سنسور، المره هو نفس الكلام برده، الفلو بيعدي على بلوكج وبيعمل اللي هو فورتسيز، بس المره دي بدل ما انا اقيس عدد اللي هو فورتسيز بيقيس البريشر ما بينهم والديفرنس بين اللي هو بريشر ده. يعني ممكن يكون اللي هو بيزو الكتريك او ممكن يكون عادي بريشر اللي هو بريشر ترانسديوسر زي اي نوع من يعني هو مش لازم اللي هو بيزو الكتريك، بس طبعا بيزو الكتريك نوع اسرع واحسن في ان هو لو كفولتج اب. خامس نوع عندي الالتراسونيك، ده نوع يعني جامد جدا، صغير، واللي هو طريقه تركيبه بسيطه جدا، بتبقى عندك تو بس اللي هو التراسونيك سنسورز، بيتركبوا بطريقه معينه على حسب، بيبقى عندك بيتركبوا بطريقه زد، يبقى عندك كده اللي هو الاثنين قصاد بعض، او بيتكرموا بالفي، بيبقى عندك الاثنين فوق كده وبيروح
اللي هو الويف اللي هي الالتراسونيك ويف بتروح عامله باونسنج على الـ على الـ على اللي هو البايب نفسها وتروح ايه اللي هو مستقبل السيجنال على اللي هو على اللي هو سنسور الثاني تمام. بس فالمفروض ان اللي هو الميكانيزم ده شغال ازاي. التايم المفروض احنا بنحسب تايم ديفرنس ما بين مين دي السورس بنحسب التايم ديفرنس مفيش حاجه بقى بنحسب التايم ديفرنس ما بين السيجنال اللي رايحه من هنا السيجنال اللي المفروض هنا في تو سنسورز في تو سنسورز محطوطين. السنسور الاول بيعمل ترانسميت للسيجنال او الويف الالتراسونيك شايفين حاجه صح شايفين بيعمل ترانسميت للسيجنال والتاني بيروح عامل لو نفس الكلام ترانسميت وبتحسب التايم وحسب الباشمهندسه اللي شرحت يبقى انت عارف هنا الديستانس والتايم فتقدر تجيب منه اللي هو فيلوسيتي فهنا بيبعت سيجنال والتاني بيبعت سيجنال بتحسب منه الديفرنس بتحسب منه اللي هو فيلوسيتي. طبعا هو الصوره هنا بس مش واضحه يعني المفروض هنا يعني هو التايم مفيش هنا فلو فلو هنا ساكت فهتلاقي ان التايم اللي اخدينه هنا في اللي هو الاثنين اللي هو النشاط اللي اخده فيها اللي هو التو سنسور عشان يبعت للتاني هتلاقي ان هم نفس بعض. هتلاقي هنا في التاني اللي هو الاوبريشن تاني لما يكون فيه فلو هتلاقي ان التايم اللي هو التايم اللي كان فيه اللي هو الترانسميشن بتاع الاول اعلى من التايم بتاع التاني فاحنا هنقدر نقيس منه الديفرنس في التايم. بعض يعني بعض المميزات بتاعت النوع ده يعني بس الحاجات يعني ان كان في طبعا في اللي هي الاجهزه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الكتريكال ما فيش اصلا موفينج بارتس فده هيبقى المينتيننس بتاعته اعلى بكتير سوري المينتينبل اكتر يعني هيبقى في اللي هو البيريودك تشيك هتبقى اقل بكتير اصلا من مثلا اللي هو التربين واللي هو باتر تمام. في عندك ان هو طبعا هو تركيبات معظم الاجهزه سهله جدا زي مثلا هو التراسونيك والتربين والمينتنس برضه بتاعتهم تبقى سهله. كان برضه الانواع الثانيه مثلا زي بوست ديسبيسمنت واللي هو بريشر ديفرنشال طبعا يعني اثر في التركيب واثر في المينتنس الريسبونس تايم سريع جدا بس من الحاجات العيوب بقى ان الاكريسي بتاعته مش عاليه زي بوست ديسبيسمنت كنت حامل كومباريزون بسيطه بس خليها دلوقتي. البوست ديسبيسمنت واللي هو فيلوستي فلوميتر ايه الفرق بينهم؟ ان الاكريسي بتاعت البوست ديسبيسمنت ايا كان حتى لو في انسرتينتي بسيطه عاليه جدا بيطلع حاجه اكشن اما ده بيطلع حاجه فيها ايرور شويه اي يعني ممكن يعني مثلا نتغاضاها مثلا نلعب شويه في الفلو كونديشنز بس برضو مش هنقدر نلاش الايرور زي مثلا هو بوست ديسبيسمنت خالص تمام. الاكسس بتاعته عاليه لحد ما ومعظم الاجهزه دي الكوست بتاع اللي هو قليل. اتكلمنا طبعا على خلاص الحاجات بتاعت الديس ادفانتج زي ما احنا قلنا برضو التربين واللو بادل ما ينفعش يكون الفلويد فيهم كونتامينيتد او اصلا متوسخ عشان لو في سوليد بارتكل ممكن يدمج اللي هو بادل او البليس بتاعت الروتور بتاعت التربين. في حاجه ثانيه هنا نقولها في بعض الاجهزه منهم زي التربين فلوميتر وزي البادل دول بيأدوا لهاي بريشر دروب فدي حاجه احنا مش هنقدر نتغاضى عنها للاسف ف يعني دي من الحاجات برضه الريستريكشنز اللي انا المفروض احطها في اعتباري تمام. النوع الثاني بقى او النوع الرابع يعني حسب كلام باشمهندس مروان الفاريبل اريا فلوميتر طبعا ده كلام دش بس انا هشرحه على السريع. بيبقى عندك ايه لا بيبقى عندك في تيوب دي الصوره كويس يبقى عندك المفروض هنا عندك في تيوب اللي هو تابر تمام بيخش فيها اللي هو فلويد ان كان ليكويد او جاس وعندك في ماركينجز معينه هنا كاليبريتد عشان تقيس منها اللي هو فلو ريت او ايا كان الفلوستي ايا كان على حسب ده ماركينجز ايه بالظبط مع الكاليبريشن ازاي تمام. يبقى عندك في فلوت الفلوت بيتاثر بقوه معينه حلو. بالنسبه للليكويد القوه دي بتبقى المفروض البوينسي فورس ودراج وبقى اللي هو بتاثر عكس اتجاه اللي هو جرافيتيشن فورس تمام. بس بالنسبه بالنسبه للجاس زي اللي هو زي ما باشمهندسين اللي هو شرحه ان مش بقى عندك اصلا بوينسي بتبقى اصلا نيجليجبل ف بيبقى طبعا الجاز بيبقى احسن بكتير اصلا من اللي هو الليكويد لان بيبقى فيه بعض الايرورز فيه اللي هو بوينسي فورس تمام. بس ده شكل بسيط منها يعني لما يكون عندك فلوريد بيعلى اللي هو فلو سوري اللي هو فلويد بيعلى من طريقه معينه ماركينجز وتقدر تريد من بس العيوب بتاعت النوع ده ان انت بتقرا بعينك فهيحصل طبعا ايرور اللي هو فظيع جدا دي حاجه فيجوال مش حاجه ديجيتال او حاجه انا قدامي انا اقدر اشوفها. بس من الادفانتج بتاعته ان هو سيمبل طبعا اللي هو سيمبل جدا المينتنس بتاعته سهله جدا اللي هو لو كوست والبريشر دروب بتاعه بسيط جدا واللي هو الرينج بتاع اللي هو الريدنج بتاعته كبيره جدا من بس العيوب بتاعته ان الديزاين بتاعه بيعتمد على نوع الفلويد
ايا كان بقى انت حاطط اللي هو التمبريشر بتاعه الفلويد نفسه الكاركترستكس بتاعته ايه اللي هو فيسكوسيتي فيسكوسيتي والدنسيتي بتاعه الفلويد دي بتعتمد اعتماد رئيسي على الديزاين بتاع اللي هو الروتاميتر. فكمينينج يعني ان المفروض ان مفيش اللي هو ديفايس واحد يقدر يقيس اثنين فلويد بس. وده كونكلوجن بسيط ان احنا خلاص عرفنا اللي هو الانواع بتاع فلوميترز وازاي احنا عرفنا اللي هو الامبلمنتيشن بتاعهم ازاي وانت يوز سبيسيفيك تايب اللي احنا قلنا عليها امتى نقيس البوست ديسبيسمنت واللي هو فيلوسيتي فلوميتر بنقيسه امتى. لو احنا عايزين حاجه اكريس عاليه جدا هنحتاج طبعا اللي هو ايه اللي هو البوست ديسبيسمنت. بس لو احنا الاكريس عندنا عايزين بس اللي هو رابيد تايم عايزين ريسبونس عاليه جدا طبعا احنا هنرجع ليه اللي هو فيلوسيتي فلوميتر بس. وفي طبعا اللي هو الاتيريتي بتاعه الاجهزه دي بتبقى مستخدمه في معظم اللي هو الاندستريال ابلكيشن. في اي اسئله او حاجه؟